هذا الطائر هو أسرع حيوان في العالم، يمكنه الوصول إلى سرعات تفوق 300 كيلومتر في الساعة عند الغوص للإمساك بفريسته، هو رمز للقوة والجمال والذكاء، ويستخدم من قبل البشر منذ آلاف السنين في فن الصيد بالطيران. طائر الشاهين مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على رسول الله. يتميز طائر الشاهين بأنه ينقض بسرعة كبيرة من الإرتفاعات الشاهقة حتى يمسك بفريسته. يبلغ طول صقور الشاهين ما بين 36 الى 49 سنتيمتر، وتزن ما بين 530 الى 1600 جرام، وتكون الذكور اصغر في الحجم من الاناث. يعد صقر الشاهين من اسرع الطيور في العالم، حيث يبلغ متوسطه ما بين 40 الى 55 كيلومتر في الساعة في رحلة السفر. وتصل سرعته الى 112 كيلومتر في الساعه في المطارده المباشره للفريسه اثناء الانحدار المذهل للصيد من ارتفاعات تزيد عن 1 كيلومتر وقد تصل سرعه الشاهين الى 320 كيلومتر في الساعه حيث تنخفض نحو فريستها تعد صقور الشاهين من اكثر الطيور الجارحه شيوعا في العالم وتعيش في جميع القارات باستثناء القاره القطبيه الجنوبيه هم يفضلون المساحات الواسعة المفتوحة ويزدهرون بالقرب من السواحل حيث تنتشر طيور الشاطئ ولكن يمكن العثور عليها في كل مكان من التندراء الى الصحاري ومن المعروف ان الشاهين يعيش على الجسور وناطحات السحاب في المدن الكبرى صقور الشاهين تقوم باصطياد الطيور التي يكون حجمها متوسط عن طريق الطير في الهواء بسرعة ثم الانحدار والغوص بشكل رائع ومذهل من احد مميزات صقور الشاهين انهم بارعون في اصطياد الحمام داخل المدن وهناك بعض المناطق الساحليه التي تتواجد فيها صقور الشاهين حتى تتغذى على بعض الطيور والتي في الغالب تكون بط وفي أغلب الأوقات يكونوا جالسين على مقاعد عالية في انتظار الفرصة التي تناسب القيام بهجوم جوي، يتميز صقر الشاهين بأنه يحظى بإعجاب لدى الكثير من الناس، تم استخدام هذا الصقر في السقارة لأكثر من 3000 عام بداية من البدو الذين يرحلون في قارة آسيا الوسطى، لا تتوقف مميزات هذا الطائر على السرعة وقدرته على اصطياد الفرائس. بل لديها سلوك متوازن تجعله احد اسهل الصقور في التدريب ومن احد مميزات صقر الشاهين ان له اسلوب طيران طبيعي في اغلب الاوقات يقوم طائر الشاهين باصطياد فريسته عن طريق الطير للاعلى ثم ينحدر في غوص كبير حتى يضرب فريسته من خلال الهواء من المعروف ان طائر الشاهين يقوم باصطياد طيور كبيره من طائر القطرس كبير الحجم والايوز ويتغذى على كميات قليلة من الثدييات الصغيرة، وليس من المعتاد أن يتغذى على الحشرات، من المعروف أن فترة تزاوج طائر الشاهين دائمًا، ولكن يحصل على أعشاش مناسبة قبل التكاثر، ويستوجب عليه الطير لمسافات عالية، ويقوم كلا الجنسين بحركات الانحدار والغطس والمطاردات، وللعلم فإن الذكر هو من يحضر الغذاء للأنثى، كما يقوم الشاهين بالدفاع عن أماكن العش الخاصة به. عندما يكون هناك متسللين الى تلك الاعشاش. في بعض الاحيان يكون موقع العش على حافه الجرف او في شجره مكسوره او داخل عش قديم لطائر اخر كبير في الحجم. يمكن ان يبقى في نفس العش للعديد من السنوات. تضع الانثى ما بين ثلاثه الى اربعه او اثنان الى خمسه من البيضات. ولون البيض يتراوح ما بين الابيض والبني الفاتح. التحضين في اغلب الاحيان يكون من قبل الاناث. ويكون في مده تتراوح من 32 الى 35 يوما حيث يقوم الذكر بجلب الطعام الى الانثى خلال فتره التحضين تبقى الانثى بجانب الصغار في بدايه الامر بينما يكون على الذكور احضار الطعام للاناث والصغار وبعد ذلك تقوم الانثى باصطياد الفرائس خلال منتصف القرن العشرين كان هناك إنخفاض كبير في أعداد صقور الشاهين حيث أصبحت تلك الصقور أحد أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض انتشرت تلك الطيور مرة أخرى بشكل كبير عندما تم وقف إستعمار مركب الدي دي وبعض المبيدات الخاصة بالآفات بالإضافة إلى أن هناك بعض المنظمات المختصة بحماية الطيور كان لها دور فعال في تهيئة بيئة خالية من أي مركبات كيميائية تسبب ضرر على الطيور المفترسة ونتج عن ذلك زيادة أعداد تلك الطيور في كندا والولايات المتحدة وانتشر طائر الشاهين بشكل أكبر من ذي قبل